بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. الرحيم، الحمد لله رب العالمين. برصوت ايه؟ في حد بيتكلم؟ نسمع صوت. يكون في ميكروفون مفتوح من مفيش مشكلة. احنا لو حد فاتح ميكروفون احنا نحب نسمع الناس، يعني مفيش أي مشكلة. ازيك يا باشمهندس عاطف؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. النهاردة إن شاء الله بعون الله هنحل الامتحان التالت. معلش يا باشمهندس عاطف، مفيش أي مشكلة. ربنا يبارك لكم كمان. مفيش أي مشكلة. الامتحان يعني احنا بس يعني أقول لك، عايز تخرج وتحل الامتحان؟ انا مش شايف يعني يا باشمهندس. اللي انت عايزه يعني. انا انت حر، لو خرجت وحليت الامتحان مفيش اي مشكله. خلاص ماشي، وتبعت لي الامتحان بعد كده، وتبقى تسمع تسجيل المحاضره بقى. يعني لو افضل ده افضل لحضرتك يبقى كويس جدا. احنا ان شاء الله يا باشمهندس، ان شاء الله النهارده الامتحان الثالث عندنا. طيب يا باشمهندس، انت مخير من صحيح هطلع. الوقت كام؟ المفروض 45 دقيقة بالكتير، يعني أقصى حاجة 45، 30، 30 سؤال، يمكن مش 30 كمان، 29 سؤال، يعني في سؤال اتنسى في النص. أنا رأيي، أنا بقول يعني اللي لسه شايف السؤال حالا وبيحضر معانا، يعني مش مش حضرتك لا. طيب احنا بنتكلم ايه؟ لو هو مش عايز يختبر نفسه خلاص يحضر معانا حل الاسئله ومفيش اي مشكله. ما انت محمد عطالب بيقول اول مره اشوف الاسئله. طيب مفيش اي مشكله حضرتك معانا. انا بالنسبه لي يعني، بس هي ايه تقييمات الناس اللي بتحضر معانا امتحانات هيبقى لها تقييم. بس حضرتك طبعا ما سبحان الله حضرت معانا امتحان قبل كده وبتحضر معانا، قعدت ورك شوب كتير. لو انت مش عايز تمتحن نفسك يعني الامر عندك مش مشكله، خلاص تقعد معانا ونشوف الاسئله تتحل ازاي. تمام يا جماعه؟ فالمهم برضه الامتحان الاخير بقى، احنا ازاي نركز ان شاء الله في الامتحان الاخير، وان احنا ان شاء الله نكون بقى افضل حاجه. هتمتحن بس تبعت لي بعدين براحتك يا باشمهندس، مفيش اي مشكله ان شاء الله. طيب نبدا ان شاء الله حل الامتحان الثالث اللي كان موجود، انه المفروض ان هو على ثلاث فصول. الفصل الاول اللي هو البروكيورمنت، الفصل الثاني اللي هو الريسك، الفصل الثالث اللي هو ايه الانتجريشن. نبدا ان شاء الله بعون الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال بيقول لك ايه؟ A watch list is an output of which risk management process. طيب الواتش ليست ده، طب حد يعرف لنا احنا ايه المشكله؟ ايه الواتش ليست؟ نكتب انا ايه المانع؟ احنا مش جايين، مش موضوع امتحان لا هنذاكر مع بعض المره الثانيه. واتش ليست اللي هو ايه؟ قائمة المخاطر الموقعة؟ لا، موقعة معناه ايه؟ المتوقعة؟ طب ما كل قائمة الخاطر، قائمة المتابعة اللي هي برضه عايزين توضيح أكتر، قائمة المشاهدات الفعلية هذا ترجمة. صح، أول كلمة اتقالت قائمة المخاطر اللي هي وقتها قليلة أو أهميتها أقل. كلام جميل جدا، اللي هو امباكت بروبابيلتي. كلام النون كريتيكال، هو ده أربع معاني أو خمس معاني. بيقول لك الواتش ليست، تمام، الواتش ليست اللي بالنسبة لي أهميتها قليلة، فأنا بس بعمل لها إن أنا ببص لها بحيث إن أنا في المرة اللي بعدها لما أجي أعمل ريسك دي ايه هتبقى دايما انا بتابعها، لكن ما بحطش عليها اي ريسبونس. ماشي، يبقى اسمها ايه؟ الواتش ليست، قائمه المشاهدات المدروسه. لو اعرف يعني ايه مدروسه يعني لو اعرف يعني ايه مدروسه افهم حضرتك عايز تقول يعني. لا، هي الاقل اهميه، فانا دايما بشوفها عشان ايه؟ المعنى اللي انا فاهمه. شانس رمزي،
ربنا يبارك فيك، ومبروك على انضمامك للدعم الفني. تم معالجتها؟ لا لا، مالهاش دعوه تم معالجتها سابقا. لا باشمهندس، الله يكرمك. لا مش تم معالجتها سابقا، دي اسمها اللي تم معالجتها سابقا وفاضل لها شويه، اسمها ريزيدوال. ماشي، يبقى هنا الواتش ليست قائمه المتابعات الاقل، المخاطر الاقل اهميه. تمام، ودي طبعا بتيجي في الويتش ريسك مانجمنت، فين الاجابه نمبر ايه؟ سي، بيرفورم كواليتي، لا سوري بي، انا اسف انا اسف، بي معلش يا جماعه انا اسف، بي كواليتيتيف ريسك اناليس، ده اجابه السؤال الاولاني. في الكواليتيتيف بعمل اللي هما بشوف الحاجات الاكثر اهميه والحاجات الاقل ايه اهميه، يعني بعمل عمليه البريورتي، ايه الاولى من ايه في العنايه في الريسكس المخاطرات. طيب بيقول لك في البروجكت بتاعك انتو الارم سام بكونتراكت، تمام، واحد بي صح، ركز مع بعض، واحد بي بيقول لك لامب سام كونتراكت ان ذا فورم اوف بارشيز اوردر، ذا كونتراكت از فور ا سبيسيفايد ايتم تو بي ديليفرد باي ا سبيشال ديت فور ا سبيسيفيك برايس. البروجكت هنا بتبقى ايه؟ معروفه يا جماعه ولا مش معروفه؟ في لامب سام او في الفيكس برايس؟ هتبقى مش معروفه. التايم ويتش از كونتراكت ايه؟ ساين اوف. يبقى هنا الاجابه بتاعت 2 دي الحاجات اللي هي كل حاجه فيكس برايس. لا ده الرفرنس مش قضيه اللي محلش على فكره، احنا لغايه اخر لحظه مفيش اي مشكله، اللي هياخد الشهاده بس يحضر معانا في الامتحان النهائي، واللي هينجح ان شاء الله باذن الله هنديله الشهاده ان شاء الله باذن الله. طيب براحتك، عايز تحل وتبعت، عايز تحضر معانا تفيد معلومه وتمتحن معانا امتحان النهائي، مفيش اي مشكله، احنا نستفيد مع بعض المعلومات، احنا هون ندردش معلومات كمان. خلاص، يبقى هنا دي هو الاجابه الصحيحه، نوت نون ات تايم اوف ذا كونتاكت ساين اوف. طيب نخش على السؤال اللي بعده، بيقول لك انت يو ار مصعب لطيف، في ناس للاسف ما بتابعناش قوي، انا بعت الامتحان امبارح الخميس، نزلته على الصفحه والنهارده بنحله مع بعض، فحضرتك مخير بين حاجتين، تكمل معانا تستفيد استفاده وانت مشارك على طول معانا في الامتحانات، مفيش اي مشكله ضرر هيحصل عليك، يا اما عايز تطلع تخرج وتحل الامتحان وتبعته لي، انت حر في هذا الامر. طيب بيقول لحضرتك انت في ان ذا ميدل اوف اكسكيوشن ا ميجر موديفيكيشن، طبعا فيك تكرار هنا معلش، تو ان اكزيستنج برودكت when you learn that the resources promised at the beginning of the project are not available. تمام؟ ذا بيست ثينج انك تعمل له ايه؟ في اربع اختيارات عندنا، شو هاو ذا ريسورس بروميس تو يور بروجكت، تعرف مين ازاي بيوعدوا ريسورسز، ولا تعمل ريبلان ذا بروجكت وذاوت ذا ريسورس. يعني انت عندك في السؤال بيقول لك ايه؟ ان انت المفروض ان كان في موعود بمورد بشري مثلا ان هو يجي لك، او مورد بصفه عامه، تمام؟ طيب المورد ما جاش تعمل ايه؟ اول حاجه يا جماعه اكسبلين ذا امباكت، ماشي؟ اكسبلين ذا امباكت، اللي هي الامباكت ار نوت ميد افيلابل، نبص على الامباكت اللي ايه اللي حصل لينا عشان نقدر نشوف ايه الاعتبارات بتاعتنا. خش على السؤال الرابع، بيقول لحضرتك ان انت وانت بتعمل ريسك ريسبونس بنشوف ايه الطرق المشروع بتاعتنا عشان نعمل ديل ويز ريسك، ماشي؟ عايزين نعمل ديل للريسك. فبيقول لك شوف في بعض عندنا بعض في طريقه ان نعمل اوت سورت ذا ورك، نجيب الورك من بره، تاني حاجه اجنور ذا ريسك، نتجاهل الريسك، تالت حاجه دو ذا ريسك اكتيفيتي سونر ان ذا بروجكت. في حاجه ما اتعملتش في الامر ده، ماشي؟ دلوقتي عملنا طبقنا هنا ان احنا عملنا شير ترانسفير، ماشي؟ وعملنا اكسبت، تمام؟ وعملنا ميتيجيت، فاضل حاجه واحده ما اتعملتش اللي هي الايه؟ ان انا اعمل ايه؟ افويد. افويد اللي هي يا جماعه اللي هي الاولانيه ريموف
the activity causing the risk from the project. اه يبقى انا عملت ثلاث حاجات فاضل اربعه، الرابعه اللي ما عملتهاش الافويد او الاليمينيت، صح كده يا مهندس حمار؟ يبقى اربعه يا جماعه ايه؟ الورش العمل والامتحانات دي تأثر على الامتحان النهائي والشهادة. بص يا باشمهندس أصارحك القول، ورش العمل والامتحانات اللي في الامتحانات دي تعضد موقفك. يعني لو حضرتك جيت الامتحان الأخير ونجحت وعملت مستوى كويس خلاص إن شاء الله. إنما طبعا لو في واحد وقع من الناس اللي تعمل لي ورش زي أعمال سنة كده لازم تعمل لي امتحانات على طول، وجيت في الامتحان الأخير ما وفقش، واخد بال حضرتك؟ بعتبر له ان هو راجل اشتغل، بعت لي شغل قبل كده، فهدي له مثلا درجه لاعمال السنه. لما حضرتك لو دخلت الامتحان الاخير وان شاء الله انها هتنجح فيه مفيش اي مشكله في الامر ده. فانا نفسي ان كل الناس اللي موجوده وتخش امتحان نهائي ان شاء الله كله ياخده. فاحنا ان شاء الله يعني الناس اللي حضرت وحصل حضورهم اقوى طبعا هيبقوا لهم ربنا يبارك لك، حضورهم قوي طبعا لهم يعني اسماء انا حفظتها كتير قوي، في 25 اسم كده حافظهم لازم ياخدوا الشهاده مفيش كلام. يعني في 25 30 اسم مستحيل ان انا ما اديهمش الشهاده مهما عملت في الامتحان الاخير. انا في اسماء جديده، اسماء جديده مطالبه انها في الامتحان انها بالنسبه لي تثبت ان هي سمعت الكورس. مهندس عبد اللطيف، والله هو في مهندس عبد اللطيف غير حضرتك، ما اعرفش بقى حضرتك مهندس عبد اللطيف ولا لا. مهندس محمد عبد الوهاب طبعا معانا من زمان. لا لا كلكم يا جماعه، ما كلكم منهم الحمد لله. مهندس عبد الوهاب منهم، لا طبعا كلكم منهم ان شاء الله، الناس كويسه اللي احنا عارفينها. هنرجع نشوف السجل للناس كلها والحضور، هيتبعت لي اسماء الحضور بتاعت الناس من الاكاديميه. وكانوا نبهوني يا جماعه صح على موضوع تسجيل للشهاده، لو حد في الدعم الفني عشان يسجلوا نظام الشهادات ندخل. بس انا كان بعتوا لي لو حد في الدعم الفني يشوف لي موضوع بس تسجيل الشهادات عشان ما يبقاش فيه صعوبه في موضوع الشهادات. ان شاء الله حتى ناخد ريست خمس دقايق كده واشوف لكم الموضوع ده، لانه كان اتبعت لي على موضوع تسجيل الشهادات عشان امتحان النهارده ان شاء الله النهائي، ان شاء الله امتحان النهائي الجمعه اللي بعد الجايه. طيب كلنا لو بتوع الدعم الفني بس يحطوا بس موضوع تسجيل الشهادات عشان ده من الحاجات اللي مهمه عشان ان شاء الله ناخد الشهاده. طيب نخش بقى على السؤال الرابع، السؤال الخامس. خلاص السؤال الرابع كان ايه؟ السؤال الخامس. تمام الله ينور. ده نظام الشهادات يا سعيد. اه طبعا الدارين اللي هتدي حضرتك الشهاده المفروض بامضاء بقى، بس لسه عارف موضوع امضاء هحطه ازاي. طيب بيقول لحضرتك خلينا مع بعض بقى. If you would like to compare، هل عايز تقارن بين different suppliers؟ حضرتك في موقع الدارين ممكن تبعت لهم رسائل، موقع الأكاديمية ملتقى الدارين تبعت لهم رسائل مهندس أحمد. طيب احنا عايزين نعمل مقارنة ما بين السبلاير وما بين البروبوزلز اللي هي اللي ايه؟ العروض اللي جاية في ادي اللي هي ايه؟ evaluation criteria. الاجابه دي صح زي ما معظم الناس ايه السعيد اهو حاطط لكم الايه الموقع بتاعنا بتاع الدارين. يبقى خمسه دي معرفش في اسم ليه اسم صعب محمد، معرفتش اكتب اسمك يعني ايه، في مشكله في كتابه الاسم يعني ولا ايه؟ اه غير متاح تكتبه. طيب هبقى ما نشوف الامر ده إيه. يا اما غير يعني يبقى هم المفروض هم اللي يكتبوا تقريبا. مفيش مشكله. ساعتها هم مثلا سايبينه للاخر ساعه الشهاده اما تتم يقولوا مثلا بتاع البي ام بي بي بقى. يعني ممكن تكون يا باشمهندس تكون دي حاجه للات فما يكتبش فيها خمسه الشهاده الا ساعه ما يحط الشهاده. اعتقد هذا المرة غير متاح. لان هو بالنسبه له عنده شهاده بي ام بي، عنده شهاده برمافيرا، عنده شهاده انجلش، عنده شهاده في مختلف العلوم. هو ساعتها هو بقى بيدخل على البيان والله اعلم. ده اللي انا ايه فهمته والله اعلم. طيب في السؤال السادس، خلينا في السؤال السادس. بيقول لك الكاستمر تيز ذا بروجكت مانجر انه خلص فلوسه، نعمل ايه؟ اول حاجه نعملها ايه؟ طيب نعمل ايه في الفلوس الباقيه؟ شيفت مور فور ذا ورك،
اذا كانت allow time for customer to go the farm، يعني نعمل الشغل بدري عشان نخليه في فرصه. لا طبعا ده مش حل للاجابه. انتر بروجكت كلوزر، مش خلص، خلصت. ستوب ورك، خلص شغل. يعني ايه ستوب ورك؟ مفيش حاجه اسمها ستوب ورك، وقاعدين ننتظر. ريليز بارت اوف ذا بروجكت تيم، نمشي شويه. ده هو بيقول لك ان هو خلص، خلص الفلوس معاه خلاص. يعني بيقول لك ايه؟ انا مش هينفع اديك فلوس بعد كده. ماشي؟ يبقى هو ما جابلكش تفصيله ثانيه. يبقى سته هتبقى بي، ان انا احط ادخل في مرحله الكلوزر بتاعت الاي بروجكت. سته بي. بالمناسبة أخبار البرد في السعودية وفي الخليج إيه عندها اليومين دول؟ في ليبيا وفي الأردن عندنا البرد شادد شديد برضه؟ طيب كويس. يعني الأسبوع ده بصراحة في قطر جو صيفي. يعني بوقف الشغل، ويعني كلمة ملهاش معنى، بوقف الشغل لغاية ما أجيلي فلوس. يعني مش كلمة لها يعني راجل فلس، بس مش كلمة حاسمة. وانا جده كويس، بدري بس مش زي اسكندريه طبعا، برد زي اسكندريه طبعا، ثلج بالسعوديه، في الامارات معقول، في الاردن ثلوج، العراق صفر. الامارات، الاردن لسه جايين من لعب الثلج طبعا، الاردن طبعا اعتقد. طيب يبقى هي يعني حتى السعوديه في اماكن اماكن واضح كده، وقطر كويسه يعني معقوله. وانا صحيح بقول السعوديه تقريبا شافت التلج، في ناس شافت التلج في بعض مدن السعوديه. بالظبط كده. ومصر بقى، مصر ساقعه شويه وكده، عرفنا الوطن العربي. والعراق طبعا فيها برضه برد، فربنا ان شاء الله يجعله كده يعني يخفف عننا في هذا البرد، يخف عنا هذا البرد يا رب. طيب احنا كده في سته خلاص، خدنا اللي هي ايه؟ بي، سته بي. رسوم ايه؟ رسوم اصعب لما نخلص الامتحان. ان شاء الله لما نخلص الامتحان هتكلم في كل الرسوم. ايه مش فاهم؟ الامتحان؟ طيب ماشي ان شاء الله بعد ما نخلص النهارده هنبدا نتكلم في الرسوم. طيب خلاص كفايه الشهاده خلاص. عندك السؤال السابع. مهندس ديران بيقول ايه؟ مين ديران؟ حضرتك عايز تعمل ايه في الميكروفون؟ تفتحه؟ طيب السؤال السابع بيقول لك ايه؟ طيب لما تسيبه مقفول لغايه ما انا اخلص كلام واديك الميكروفون. طيب بالظبط، لو حضرتك عايز تفتحه هنخلي حضرتك تتكلم، مفيش مشكله، احنا بنحب الناس تتكلم. A system development project is nearing project when previously unidentified risk. ماشي؟ كفر يعني بدأنا نعمل ديسكفر. طيب نعمل ايه؟ واتش شود يعني احنا اكتشفنا ريسك جديد. واول حاجه يقول لك قول للسبونسر مش عارف ايه على الامباكتس تو كوست، ولا كواليفاي ذا ريسك، ولا ميتيجيت ذيس ريسك باي ديفولبنج ريسك ريسبونس بلان، ولا ديفولب اريسك. تعال نقرا بس السؤال كويس. بيقول لك الديفلوب از نيرنج بروجكت وين ا بريفيسلي، يعني في الان از ديسكفرد ذيس كود بوتنشلي افكت ذا بروجكت اوفر ابيليتي تو ديليفر وات شود بي دون. يبقى احنا بالنسبه لنا عرفنا ان عرفنا الريسك، تمام؟ يبقى بالنسبه لي المفروض ان انا اعمل تاني حاجه وتاني عمليه اللي اسمها ايه؟ كواليفاي ذا ريسك. بي الاجابه هي ايه؟ بي كواليفاي، بعمل العمليه كواليفاي. يبقى الاجابه هي ايه؟ بي كواليفاي ذا ريسك. خش على السؤال الثامن. بيقول لك الكونتراكت ذا باير ريمبرز، يعني بيحصل تعويض من السيلر فور ذا كوست انكلود باي ذا سيلر اند اولسو بروفايد فور ا فيكسد اماونت اوف بروفيت از اولسو.
طيب اول حاجه ان احنا الانفيزبل دي علينا كوست بلس. طيب كوست بلس انسنتيف فيه، لا فيكسد فيه هيبقى هو البي، يبقى ده 8 يا الايه يا البي. كوست بلس فيكسد فيه اجابه 8 بي. هنخش على التسعه. تسعه بقى جبت لكم سؤال جه قبل كده عندنا، ايه الادفانتج بتاع سنترلايزد كونتراكتنج اللي هي ايه يا جماعه؟ سي انكريز اكسبرتايز. المهم قوي سنترلايز ودي سنترلايز احنا بنركز عليها، حاجات اللي اعتقد ما تخرجش من الامتحان. طيب بيقول لك كونستراكشن از ا ورك باكج ذات كود ريزلت ليه، سؤال زيه كانت الإجابة ورك أراوند. طب نراجع سؤال سبعة. Is needing a progress on interface is covered. This could potentially affect this project. Overall ability to deliver. What should be done next? يعني انت عايز تقول لحضرتك عشان هو 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 ريسك affect the project overall ability to deliver. What should be done next؟ ليه رقم واحد مش صح؟ Ask the project sponsor of potential impacts to cost scope. يعني عايزين نشوف تأثيرها على الكوست والسكوب والسكادول. طب نقرا كويس. طب نقرا نيرنج وين ابريفيسلي ان ايدنتيفايد، يعني حاجه يعني ريسك غير معرف اكتشف. This could potentially affect the project. Overall ability to deliver. What should be done next؟ طيب حتى ان انا اعرف تاثيره، طب ما هو انا اهم حاجه ان انا اشوفه. لا لا ليه ليه ديفلوب او ورك اراوند؟ عشان انا ما كنتش عارفه. لا يعني انا اللي اعرفه ان هو بي الصح. ليه انا ما كنتش عارفه ابدا اعرفه، واخد بالك، واعمل له كواليفاي، شوف الام بتاعته، اعمل له كواليفاي. ده في سبعه، احنا بنتكلم في سبعه، يبقى الاجابه هي الصح سبعه مش ورك اراوند. انا اقول لسبونسر ايه حضرتك؟ باشمهندس كمال بيقول ان اقول لسبونسر، انا بشتغل ريسكاتي كلها من غير ما اقول لسبونسر. حاجه ظهرت بالنسبه لي، وخلي بالك يا جماعه ممكن يكون في اختيارات مختلفه. ماشي؟ طيب نكمل، احنا كنا وصلنا 10. صحيح بالظبط، يبقى لازم اعمل التحليل. طيب هو مهندس كمال لما قال لي الاجابه ايه؟ لا اجابه بي او يعني اكثر شموليه وتحليل. طيب نتكلم على خلاص سبعه دي، احنا خلاص خلصنا سبعه. نتكلم على 10. هذا ورك باكج ذات كود ريزلت ان مش عارف اور لونج تيرم، هيحصل ان الورك بقى هيحصل 2 مليون دولار خساره. ذا كومباني هاز had a clean record in the past and has won several safety awards. يعني دايما دايما الشركه دي ريسك، عارف الريسك سيكر، عارف ريسك افرتر، ودايما بتنظف نفسها من الريسكات. فيقول لك ايه الاجابه الصح؟ يبقى الاجابه الصح تبقى ايه؟ كل دي تعامل مع الريسك، انما اهم اجابه هنا ان هو انا ما اعملش الريسك نفسه اللي هي ايه؟ افويد. الاجابه هي 10 دي. تمام كده؟ يبقى هي الشركه دي دايما بتحاول تقلل من السجاير، يعني تحلل يعني تقلل من المخاطر عندها. طيب ذا بروجكت از كومبليتد، البروجكت انتهى. هاز بين سنت تو ذا كاستمر بس ذا كاستمر ريفيوز تو جيف فاينل اكسبتنس. حاجه غريبه قوي، الراجل مش عايز يديني فاينل اكسبتنس. اتس ذا موست امبورتنت 11 ايه ماكو 11 11 انا عديته، معلش يا جماعه احنا اسفين اسفين، انا اسف انا اسف انا اسف. ده السؤال احنا سالناه قبل كده. طيب ماشي خلاص. برايمري اوبجيكتيف اوف انسنتيف في ان اكونت از تو، يا جماعه احنا جاوبناها قبل كده في الدرس سي، يا جماعه قلناها قبل كده في الدرس
ان هدف من اهداف الهدف الرئيسي للانسنتيف ان انا بخلي الاوبجيكتيف واحد، توافق في الاوبجيكتيف ما بين العميل وما بين الايه، يعني الباير والسيلر. سينكرونايز ايه؟ الاوبجيكتيف. اجابه اشمل من الاجابه اللي قبلها، تمام كده؟ اه بالظبط. يبقى جابت 11 سي، انا جبتها ده احنا جبناها في المحاضره، ماشي؟ طيب بيقول لحضرتك 12 ده اللي انا كنت داخل عليها على طول دي. اذا بروجكت از كومبليت اند ذا فاينل ديليفربل هاز سنت تو ذا كاستمر، بس الكاستمر رفض يستقبل، اعمل له ايه ده؟ اقول للمانجمنت على الموقف ده ولا اقول للتيم تعالى ساعدني الراجل مش عايز يستلم، بعمل له ايه؟ وبص ولا اعمل دوكيمنت للسيتويشن ولا اعمل حاجه قانونيه ضد الراجل. في ناس قالت حاجه قانونيه، طب ويفرض يمكن الراجل ده يا جماعه هنا اقرا بقى كويس؟ لا، سي دوكيمنت سيتويشن اقرا. الناس دي متردده ان احنا نقول ايه؟ انيشيت ليجال بروسيدنج. هو انت عرفت الراجل ده ايه المشكله اللي عنده؟ لا، ببدا اكتب السيتويشن واعرف هو ايه القصه اللي ايه هو ليه. يبقى لازم بعمل ديكم سيتويشن الاول، بعد كده بقى لو هو راجل متعنت وسبك يتعنته اللي ما جاش في السؤال انه متعنت، والله بس هو رفض، طبعا حاجه تخض ان هو يرفض. توثيق الموقف عشان كمان معناه ان انت بتكتبه وبتقول للراجل ده عمل كده. تخسر مين؟ لا تخسر، تخسر الراجل، الراجل عايز يستلم منك. الاول تكتب الموقف ان الراجل، اول حاجه تكتبها ان الراجل لازم ما رضاش ايه يستلم، بعد كده نشوف بقى هو ما استلمش ليه ونتكلم معاه. يبقى اول حاجه يعني احنا بنتكلم على ايه؟ اهم حاجه انك عارف انت اللي يقول لك ايه؟ بسجل موقف. يبقى اول حاجه تعمل ايه؟ تسجيل للموقف لو دوكيمنت سيتويشن، ماشي؟ الراجل ما رضاش، خلاص اكتب ما رضاش، انا مالي يا عم مشكلتي، انا راجل بروجكت مانجر واسلمه ما رضاش. اول حاجه اكتبها واهم حاجه اكتبها ان هو ما رضاش. المؤسسه عندي بقى تعمل معاه مدير مشروع هو انها مشروع قانونيا، مفيش مشكله. وظيفه الشركه لا، هو يكتب الاول ده اهم حاجه عنده، بعد كده اداره الشركه هي بتتفاهم، مش مدير مشروع، خد بال حضرتك؟ فاداره الشركه هي اللي بتتفاهم معاها القانونيه. يبقى لو بيكتب يكتب اول السيتويشن وبعد كده يبدا بقى الناس بقى تاخد المواقف القانونيه معاه. يبقى هو اهم حاجه عنده انه يكتب ايه؟ سيتويشن نفسه. يبقى الاجابه بتاعت 12 سنين. تعال نشوف 13 بالظبط، حتى اسمح له يجاوب ويكتب اسمك ممكن، فاهم؟ وارد فعلا، صحيح بتسجل عليه وبعد كده المنظمه تكلمه بقى، الشركه تتكلمه وتتفاهم معاه، الراجل ده مش عايز يدفع ليه ده ولا ايه؟ مش عايز يقبل البضاعه بتاعتي ليه؟ مش عارف ايه. بيقول لك يور بروجكت يو ار كرييتنج ا دايجرام ذات ديسكرايبز ذا سيشن اندر كونسيدريشن اند امبليكيشنز اوف شوزنج وان اور اذر اوف ذا الترناتيفز. ده كده هنعمله فين؟ في جيتنج اكواليتيتيف، فاكرين ان الديسيجن تري، ديسيجن تري كنا بنعملها فين؟ ولا كان امباكت ذا بروجكت ذا موست ولا ترانسليتنج ولا ديترمن ويتش ديسيجن ييلد ذا جريتست اكسبكتد فاليو، فاكرينها؟ لا، الاجابه هي ايه؟ دي 13 دي. احنا بنعملها في الكوانتيتيف. الكلام ده بنعمله فين؟ في الكوانتيتيف. احنا بنشوف الاعلى فاليو بنختاره. ديسيجن تري زي ما خدناها في الايه؟ في الريسك دي 13 دي 14 بقى بيقول لك ان انت الشركه بتاعتك بالظبط كده. صحيح تمام مهندس مجدي. 14 بيقول لحضرتك ان انت بعتقد ان احنا قلنا عليها قبل كده. 14 دي واحد جاب لك بضاعه مش مطابقه للمواصفات ترجعها تاني، سيند ذا شيبمنت باك. خمستاشر برضو السؤال ده مكرر. 15 يا جماعه بروجكت 15 بي، ليه بي؟ ليه بي 15 ايه يا جماعه؟ ده حلينها قبل كده. 15 ايه اللي هو احنا قلنا مالناش دعوه بعدد الزمن، الزمن محطوط. جريتست فاليو، تمام. الله ينور مهندس منسي. ستاشر عدوها.
عشان نعدي 16 لأنها سقطت سهوا. طيب بيقول لحضرتك ده work around differ from بالظبط contingency plans as that. يا جماعة الفرق بين contingency plan وال work around. في ناس بتقول سي، ليه سي بقى؟ في major events natural. لا contingency بقى بيبقى فيها لا لا كلام ايه يا جماعة؟ ايه الكونتينجنسي اللي هي البلاند رابط الحاجه النوت بلاند لازم الحاجات دي وكلمنا عليها نسميها اسمها ايه ورك اراوند. طب 18 بيقول لحضرتك يو ار كونسيرند ويز ديتيرمينج ويتش ريسك مايت امباكت ذا ريسك. طبعا ده ده ايه يا جماعه ده معروف ده واضح قوي. 18 دي ايه الاجابه 18 حد يقول كده بي 18 بي سي يا جماعة ده السؤال سهل جدا ده واضحة جدا انا ما تخيلتش حد يغلط فيها دي انا قلت كله هلاقي سيهات كلها لا ده واضحة جدا. ايه الريسكات الاقوى تأثير في البروجكت دي بقى فين؟ مش تعريف الريسك لا تعريف الكواليتيتيف. تعريف ريسك بيجيب لك كل الريسكات سواء اللي لها امباكت ولا مش امباكت كواليتيتيف ريسك على زي 18 سي. خش على 19 بيقول لك يو ار ان ذا بروسيس اوف ديفلوبينج اوبشنز اند ديفلوبينج اكشنز تو انهانس تزود بس لم يقل انه لم يحدد اي ريسكات اكثر تاثيرا. لا هو عايز يقول لك اللي هو نرجع للسؤال تاني ما احنا قلناه اللي هو بيكلمك على حاجه بتاثر عمرها ما تكون ريسك ايدنتيفيكيشن حتى لو الكلام مش دقيق بس هو اقرب الى الريسك كواليفايد اللي هو كواليتيتيف لم يقل الاكثر ماشي بجيب على الامباكتس بتاعته. صلي احلى يمكن اكون انا غلطان نشوف اللي انت غلط which risks اشوف الريسكات اللي might impact the project. لا ده واضحه جدا يعني انا بشوف ايه الريسكات يعني بشوف اولويات يعني انا ببص على كل الريسكات بطلع منها الريسكات اللي هتعمل امباكت على البروجكت. لا واضحه يا باشمهندس ان هي كواليتيتيف طبعا مش لم يقل الاكثر. هو بيقول لك which دي بمعنى ايه الريسكات الاكثر which risks اي ريسكات ستؤثر على البروجكت يبقى انا باخد البريورتي ولا حد مع حد له معنى تاني لما اقول اي ريسكات هتؤثر على المشروع يبقى معناها ان انا بتكلم على الاكثر ولا ايه؟ ده تعريف ايه؟ which لا بالعكس بيقول لك which risks might impact the project يعني identify يعني انا بعرف ريسكات might impact the project. طيب نرجع لها هي على فكره ممكن يكون كلامكم صح which risks might impact the project. طيب هي طب نسيبها لغايه ما نتاكد منها طب نسيبها مش عارف انا فاهمها لغويا ان هي مع تحديد المخاطر التي قد تؤثر على المشروع يعني بحدد المخاطر اللي هتاثر على المشروع يعني في مخاطر بحددها عاديه وفي مخاطر بتاثر على المشروع يبقى انا بعمل اولويات. لا واضح يا جماعه تعريف الريسك يعني بيعرف كل الريسكات ايه اللي يعني ايه اللي يخليني اقول اللي بيأثر على المشروع بس. طيب نسيب الحته دي 17 نسيبها لغايه ما ايه ما نتاكد منها. احنا كنا واقفين في كام 18؟ 18 سي قلنا 18 سي. عليكم السلام ورحمه الله. احنا كنا واخدين 18 سي فوق 19. بيقول لحضرتك يو ار ديتيرمين اكشن تو انهانس
بروجكت ابل. وات شود يو بي دوينج ايه نيكست؟ المفروض نعمل ايه في 19؟ نعرف ولا اسيسنج؟ اند 19 دي المفروض ان انا determine good choice command affect the project and document the characteristics deciding assessing the priority for identified risk. تمام. دي يا جماعه دي اعتقد دي 19 دي ولا ايه؟ طب لا لحظة احنا نجيب 19 تاني. You are in the process of developing options and determining actions to enhance opportunities and reduce threats of the project. What should you are يعني هنا بعمل بلاننج. معلش انا اسف انا غلطان. انا بعمل هنا بلاننج، فايه اللي هعمله بعدها؟ هعمل تعريف اللي هي بي 19 بي. انا اسف. يبقى انا اعمل ايه؟ بي 19 بي بعد بلان ريسك. طيب نخش على بعدها 20. طيب انت عايز obtain information quotation builds as request process. طب نخلينا في 20 وبعد في الاخر نشوف كل الحاجات اللي احنا مختلفين عليها. في 20 قاعد بس خدنا في 20 اول كده رجعنا 19 تاني اللي احنا فيها خلاف تاني. طيب بيقول لحضرتك انت الريسك ريسبونس which is the best thing to do during this process. هنعمل ايه في 20؟ اهم حاجه احنا هنحرص عليها ايه؟ بي. عايزين احنا نشوف الناس اللي اندرستاند ذا تكنيك عند العمليه دي، احنا بنشوف الريسبونس بتاعتهم نتيجه احنا عايزين نعرف ايه فهمه التكنيكال والكونتراكت ايه ريكوايرمنت. يبقى 20 بي او 2. ماشي بالظبط. الله ينور مهندس مجدي. طيب خلينا في 21. طيب 21 موضوع كبير جدا. في الاخر ان انا جبت مول تاني اشتغل، وكلنا فاهمين طبعا ان هي 21 لا 3 هيتصاب ذات يو بروجكت تو ا نيو ريسك. في نيو ريسك، نيو ريسك اسمه ايه؟ اسمه سكندري ريسك، اللي هو مش اربعه. اربعه اسمه ايه؟ ريزيدوال ريسك. الريزيدوال ريسك ده اللي هو ان انا عملت ريسبونس واتبقى من الريسك القديم، الريسك اللي موجود اتبقى منه جزء، فده اسمه ريزيدوال. انما هنا نتيجه حصل له الريزو. فالاجابه غلط، الاجابه الصح هي سكندري ريسك مش ريزيدو ريسك. 21 سي او 3. في 22 وايل بريبيرنج يور ريسك ريسبونس يو ايدنتيفاي اديشنال ريسكس وات شود يو دو. طيب يبقى بنعمل ايه؟ ايوه 22 انا عملت ريسك ريسبونس بنعرف، بعد ما نعرف بنعمل ايه تاني؟ نعمل كواليتيتيف اللي هو ده دوكيومنت زي كده اند مونتر بيزد اون بروبابيلتي اند امباكت. الاجابه بي 22 بي. لا برجع تاني العمليه تتكرر اتريتيف مكرره تاني. احنا كله على الريسك دلوقتي. احنا البرودكت مانجر هاز كومبليت ذا بروكيرمنت مانجمنت بلان اند از موفينج اون ذا نيكست بروسس. ماشي. وذن ذا بروكيرمنت مانجمنت ويتش اوف ذا فولوينج ار اوتبوت اوف ذا نيكست بروسس. البروسس بعدها ايه الاوتبوت بتاعها؟ تعال نشوف بقى ال 23 دي. سورس سيلكشن كرايتيريا دي اوتبوت، دي الانبوت بتاعتها. سيلر ايوه هي دي. نشوف الثاني كواليفايد سيلر دي برضه الانبوت. سورس افيلابيلتي يبقى هنا 23 بي اللي فيها سيليكت سولار وكونتراكت. في
في A و C و D هتلاقي في حاجات اوتبوت فعلا هو انا بيقول لك ايه الاوتبوت بتاعت النكست النكست اللي هي كونداكت ريكويرمنت. كونداكت ريكويرمنت هي فيها الاثنين دول اوتبوت عندنا، يبقى الاجابه هي B. وريموت ايه سورس سيليكشن كرايتيريا هي انبوت وليست اوتبوت للكوندكتور. للكوندكتور سيليكتد تمام. السيليكتد كان جميل صح كده صح مخادع. السيليكتد دول دي اوتبوت صح، انما السيليكشن كرايتيريا لا مش اوتبوت. خلي بالنا يا جماعه، خلي بالنا حاجه جميله تمام. كونتاكتور ان احنا بنجيب ثلاث حاجات بتفند وتخرج كل واحد لغايه ما يفضل حاجه هي الاجابه الصحيحه كلها. يعني هنا في حاجات صح وحاجات غلط، دي غلط والباقيين صح. طب هنا كواليفايز هتلاقي برضو دي غلط والباقيين صح، ده في كل حاجه هتلاقي فيها الصح وفيها الغلط. لكن انت بالنسبه لك الحاجه اللي ما فيهاش اي غلط اللي هي الايه البي 23 اللي هي البي. ان هو بيسالك عن النكست، ما تجيبليش الاوت بوت بتاعت البلان نفسها، هو وصف لك البلان ويقول لك ايه الاوت بوت بتاعت اللي بعدها، اللي بعدها اللي هي ايه؟ كوندكت بريكيورمنت. زيك احنا مفهوم المفروض يا جماعه نفهم قوي البروسيس. ليه مش سي؟ سي بروفيسور سيلر ليست دول. يعني دي اوت بوت يا باشمهندس كواليفايد. كواليفايد مش بقول لك سيلكتد، انا بقول لك الكواليفايد يعني الناس اللي عندك في سجل الموردين هم انبوت مش اوت. الاوت بوت هم السيلكتد سيلر اللي انا خلاص اخترتهم، انما الكواليفايد ما هم ده هم اصلا انبوت عندي مش اوت بوت. واضح يا باشمهندس مصطفى؟ آه 24 شوف كده. In the planning process group of your project it's appearance that vacation which is a client company. لا فيش حاجة أنا براحتك خالص. 24 اهم حاجه هتاخد بالك منها. لا هنا في خلاف ما بين هاو ذا بروجكت شود بي ستراكشر اون هاو ذا ريفر شود بي ديفايند. هتبقى الاجابه هنا الاجابه ورك اللي هي اجابه بي ورك وذ ذا شيب اريا تو كولابر. اجابه بي 24 بي اكسبتابل. هنا بيقول لك ان في يعني حتى لو رابع اربع ان هنا في خلاف ما بينهم واضح ان الفصائل داخل عملاء وجهات نظر مختلفه لحد كبير. اما يعني تنظم الشركه الكافيه لتنفيذ حد انجاز. طبعا هو عربي تعبان بس هنشوف بقى. طيب ايه بقى ايه الحاجه؟ الحاجه هي حل عمل شغل تعاوني مع كل من كل منطقه. يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه ده مش هيعمل لك حاجه تعاونيه. هنا ايه؟ بي 24 بي. طب 25 in your project you want to monitor and control project process associated كذا كذا ماشي. This will help you to take corrective or preventive action to control project performance in this context. What should you do first? بالظبط 25 3 صح. C 25 C 3 اللي هي 3 3 او C هي الصح. لازم اهم حاجه لما يحصل تغييرات او corrective action نبص على project management. مهم أول حتة يا جماعة. 26 بيقول لك you have created a collection of formal document procedures that defines how project delivers will be documented changed to approved this كذا كذا. يبقى دي طبعا سي واضحة أوي. change a control system 26 سي. سبعة وعشرين based on customer بيقول لك انت responsible for developing a software application based on customer requirements as the customer keep change frequently what tool can you use for doing integrated change control of your project. واضح ان انتم مصممين على ان لا هي لا هي بالنسبه لنا لا هتبقى لا التول اللي هنستعملها سي يا جماعه سي بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم. التول بنستعملها في ال تشينج انتجريتد تشينج كنترول هي البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم.
هي سي 27. طيب مانجمنت از ا بروجكت مانجر تو كونتراكت بارت اوف ذا بروجكت تو ا كومباني ذات مانجمنت هاز وركد ويز ميني تايمز اندر ذس ظروف دي ذا بروجكت مانجر شود بي موست كونسيدرد. او هيبقى مصمم على ايه؟ يعني ايه الحاجه مركز عليها في تشين؟ لا هيبقى مصمم على حتة الاولى making sure the company ايوه has qualification to complete the work. يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ 28 ايه؟ تسعة وعشرين. If the scope of your project is not defined, مش ايه؟ مش متعرف كويس. What type of which type؟ لا 29. Which type of contract helps in minimize your buyer's risk؟ أول حاجة يا جماعة السكوب مش كبير، يبقى مفيش فيكسد، لا A ولا B طلعناهم من الموضوع. فضل عندي B و C، cost plus fixed، cost plus percentage. طيب انا عايز اقلل الريسك، واخد بالك؟ عشان اقلل الريسك نوجه من الاقل ريسكا، سي ولا دي؟ طبعا سي، عشان الدي مديني برسنتج اوف كوست، يعني انا ما اعرفش ممكن يزيد لغايه فين. يبقى الاجابه هي 29 سي. يبقى هنا اجابه بشقين، الشق الاول ان البروجكت مش كلير، مش كلير ديفايند، فهي خلاص عديت الاثنين الاولانيين. فاضل عندي حاجتين، اكتر حاجه يا جماعه ليه دي ولا ليه مش دي؟ هي سي مش دي. ليه مش دي؟ لان برسنتج اوف كوست، يبقى معناها ان انا بقول ايه؟ ان حضرتك ك بتشتغل كوست بلس، ال 200000 هناخد معاهم 20000، ال 250 تاخد معاهم 25. اذا انت قاعد ربحك بيزيد مع ايه؟ مع الكوست اللي موجود. فكون ان ربحك بيزيد ده بالنسبه لي خطر وريسك معين انا بخاف منه. اكسبت في هنا ايه؟ امان اكتر من البرسنتج اوف كوست. يعني شفنا كان في ورقه كنت حاططها في البريكيورمنت، كنت بقول لك ترتبهم من فوق لتحت. ماشي؟ ماشي يا فندم، احنا ما اتكلمناش، احنا بنتكلم في نقطه معينه. ماشي مهندس كمان؟ فهنا النقطه معينه ان اكثر الاشياء ريسكا هي البرسنتج اوف كوست في الكوست بلس. انا مش عارف هيوديني لغايه فين. بالظبط سي بي بي سي، اه اللي هو ده الحمد لله صح تمام، اسمه سي بي بي سي. از ليس؟ لا ليس فور مين؟ فور باير، فور باير. حضرتك جبتيها ان 28 ذا كومباني مان. طيب نناقشها 28، بس دلوقتي احنا بنتكلم ان احنا عندنا ان كويشن ان باير. هي المفروض ان هي اكثر خطوره البرسنتج اوف كوست، اكثر خطوره بالنسبه لايه؟ في الفيكسد دخل الريسك للسيلر. طيب في ال يعني اخطر خطوره للسيلر ان دايجرام اولسو سي بي بي سي. فور باير ايه؟ مينيمايز يور ريسك، يور باير ريسك اللي هي الفيكسد برايس. اف ذا سكوب از نوت ويل ديفايند، واتش تايب اوف ذا كونتراكت هيلبز ان مينيمايز يور باير ريسك. اللي هيعمل يقلل الباير ريسك. طب خلاص هو ده وده، خلاص يعني نحددها واحده واحده. بالنسبه للباير الفيكسد وده مش هينفع، لان انا بقول ان هو نوت ويل ديفايند. فاضل حاجتين بالنسبه للايه؟ للباير. في حاجه فيكسد، خليها معايا خليها مع بعض، في حاجه اسمها فيكسد وحاجه برسنتج اوف كوست. ماشي؟ اللي انا يعني انا متذكره كويس جدا، البرسنتج اوف كوست بيبقى فيه ريسك عالي على الباير مش على السيلر. برسنتج اوف كوست اعلى من الفيكسد فيه. يعني
انهي منحنى؟ طب قاعدين بسرعه، لحظه واحده خليكم معايا. أعلى حاجة للريسك هي اللي هو بسيط بسيط في الديجرام. أعلى حاجة للباير هو البي السي بي بي سي. لو أنا شايف الرسمة اللي كانت موجودة عندنا، أعلى حاجة للباير اللي هو على الشمال السي بي بي سي اللي أنا اتكلمت فيه، ماشي. السي بي اف اف ده بيبقى أقل منه، فأنا معانا مينيمايز يبقى السي بي بي سي هيبقى اعلى من السي بي اف بي اف اف. ده اللي انا فاهمه. Identify risk is the process of determining which risk may. تمام ماشي تمام، نرجع للسؤال تاني. ماشي طيب. معايا الباشمهندس يسافل معايا، بس الدياجرام بسيط له. الدياجرام بيقول اهلا وسهلا حضرتك استاذ. الدياجرام هنا بيقول ان كوست بلس برسنتج اوف كوست اعلى حاجه في الريسك، اللي اقل منها كوست بلس فيكسد فيه. اعتقد ان كده حاسس 29 سي مش دي. نكمل على ال 30. خلاص 29 سي. طيب نشوف ال 30. The customer has accepted the completed project scope. However, the lesson learned required in the project management office have not completed. What is the status؟ بيقول لحضرتك أول حاجة the project is complete. لا، مين قال كده؟ The lesson learned required by the project management office has not met complete. مش ما وصلش. طيب the customer has accepted the completed. يبقى الإجابة هي B. incomplete and the product deliverables. في يا جماعه بيبقى في لوحات وفي دوكيومنتس المفروض بتوصل للعميل، لازم توصل، مش لازم المنتج بس اللي يخلص. يبقى 30 بي وليست ان 30 بي وليست سي او دي. يبقى هو incomplete، ده واضح ان هي incomplete، لكن الكلام هي A ولا B؟ لا هي ايه؟ هي بي. ف30 ايه؟ بي. تعالوا نرجع بقى لكذا حاجة كده كان فيها خلاف ما بيننا. السؤال ايه اللي كان فيه خلاف بتاع الـ Identify Risk ولا؟ ماشي يا فندم مفيش مشكلة. سؤال 18 ماشي تمام. والله معلش الايميل اللي فات كنت مشغول، ففعلا يعني واضح جدا ان ممكن يكون في اخطاء عندي، يعني وارد جدا يعني. You concerned with the determine which risk might impact the project. مهندس اسراء بتقول ان في الكتاب في صفحه 82 نشوف كده الحته اللي هي قالتها عندنا او هي الكلمه. Identify risk is the process of determining which risks might affect the project and document their. هو طبعا لا، يبقى دي 18 ريسك، يبقى 18 بي. ده الاجابه الصحيحه 18 بي، مش اللي هو يعني هي بس حته، بس حته مايت المفروض نكتب اكثر تاثيرا. هي دي بس الحته اللي ايه اللي خلت الواحد يقدر عندك فيها، هي دي المفروض تكون اكثر تاثيرا. الاجابه 18 هي بي مش سي، بس انا عادي ممكن استبعدها من الناس اللي هتجيب غير كده، ممكن نستبعدها. ماشي تمام كده زدنا درجه. ماشي مفيش مشكله. طيب في كان في تاني مختلفين فيه او في كلام؟ يبقى 18 اجابه بي. كان في حاجة 19 ماشي. لا كويس، سؤال كويس. احنا بنعمل ديفولوينج اوبشن
نشوف الاكشن عشان نزود الاوبورتونيتيز اند نوس تريتس. ماشي تو ذا بروجكت اوبجكتيف. وات شود يعني انت هنا هنعمل ايه؟ طب حد يقول نتكلم مع بعض. احنا كده نعمل ايه؟ حد يقول لنا مع بعض احنا كده هنعمل ايه هنا؟ بنعمل بلان ريسك ريسبونس. تمام. يبقى هندور في الاربعه على المونيتور اند كنترول بلان ريسك ريسبونس. تمام كلام جميل جدا صح. هندور مع بعضها على ايه هيحصل؟ مونيتورنج اند كنترولنج. طيب اولا الاولانيه دي هنعمل ايدنتيفاي ريسك. الاولانيه دي مش صح. دي مش صح. معايا انتوا الاولانيه مش صح؟ حد معترض الاولانيه مش صح؟ طيب الثالثه هاو تو ابروتش اند كوندكت اكتيفيتيز. دي خلي بالك دي بلان بشوف اتعرف عليه. يبقى دي برضو مش صح. رابع حاجة نعمل تقييم البريوريتي ايدنتيفايد ريسك يوزنج زير بروبابيلتي اوف كيورنج. ده اتعمل قبل كده. طيب هنا بيقول لك نيولي ارايزنج ريسك. يعني دي العملية الوحيدة اللي بتحصل في المونيتورنج اند كنترول. اذا 19 بي بلا جدال وبلا ايه؟ ولا بلا نقاش. يعني بلا خلاف اعتقد. تمام يعني يبقى 19 بي ان شاء الله من غير ايه كده. سبعة ترجع سبعة. ستة كانت ايه؟ لا يا باشمهندس مش حصل ريسك جديد. الوحيد اللي في مونتر مهندس كان بيقول كلام جميل قوي. بيقول ايه؟ مش بتقول ان عرف الريسك الجديد وده بيحصل قبل كده؟ لا الجديد يا باشمهندس لما حصل مونيتورنج في ريسكات زادت او ظهرت جديده فانا عملت لها. الحاجه الوحيده اللي في المونيتورنج هي دي. كل التاني ما فيهوش في المونيتورنج حاجه. الوحيده اللي فيها ريحه المونيتورنج هو ايه؟ هو ايه؟ خلي بالك عبد الرحمن صاحب بيقول استصاص ده اجابته كل الناس صح ان شاء الله. حد الناس كلها درجه فيه. طيب يبقى هنا يا باشمهندس بعرف الريسك معلش ما قلت لكم ان انا يا جماعه عدوها بقى عدوها دي المفروض تخسروا منها درجه. يعني والله سبحان الله يعني في الفتره اللي فاتت ما كانش فيه دورات انما الفتره دي الاخيره معلش حقك كان قليل شويه ان انا انشغلت الدورات شويه فخلتني ان انا اتمنى درجه. الله ينور. طيب احنا كنا في السؤال السابع. تمام ربنا يبارك لك من صعب. طيب احنا في السؤال السابع كنا قلنا ان هو بي. طب تعالوا لا انا بدي دورات يعني في النقابه كنت في فتره فاضي فيها يعني كنت فاضي لحضراتكم بس. ربنا يكرمك. طيب بس عادي احنا ناخد دورات عادي ونتعلم لغايه اخر يوم في عمرنا مش بس انا بقول لك دلوقتي يعني ربنا يسهل كده وناخد دورات ان شاء الله نتعلم دورات. في السابع السؤال السابع is nearing project when a previously unidentified risk is discovered. This could potentially affect the project's overall ability to deliver. بيأثر على قدرتي في الـ overall ability to deliver. What should be done next? When a previously unidentified risk is discovered. That could potentially affect the project's overall ability to deliver. يبقى هنا بس هو يبقى هنا ممكن يكون ورك اراوند. ولا كواليفاي ذا ريسك. بس هو الورك اراوند يا جماعه لما بيكون في يعني انا جربت خطه. لا هو البي صح. البي صح والله اعلم. مش قلنا الورك اراوند مش مخططه؟ تمام. انا كنت
ان هي هنا هتأثر. طب نقرا واحدة واحدة. از نيرنج ا بروجكت وين اكتشفتها خلاص، اكتشفتها. كود بوتنشال افكت ذا بروجكت اوفر اول ابيليتي تو ديليفر وات شود يو بي دون. ان احنا يعني انا بالنسبه لي ما كنتش عامل، لما اكتشف المفروض ان انا قلت تاثيره شيء طبيعي، بس هو هنا هو قال لي تاثيره. وانا ما عنديش خطه. is discover this code potentially affect the projects. مش هي طبعا كل هيحصل ability to deliver. شيء ان انا خلاص عرفت ان المشروع وعلى ال 99 فريتا الاجابه ان هي يفور ورك اراوند. لا هو ورك اراوند كاراوند، ان انا بالنسبه لي ان هو حاجه انا ايدنتيفايد ريسكس، حاجه انا ما عرفتهاش. فلما لما بتحصل وتاثيرها تبدا انها طيب. طب اتحقق من السؤال ده وهبقى هعلم بقى نفسي اقول لكم على اجابه. يعني اتحقق من اجابه السؤال ده. انا مش عارف، انا متردد بس دلوقتي، لا كواليفاي ولا ديفولب ورك اراوند. خلينا ايه واقفين في ايه في اجابه السؤال ده. طيب ماشي. حاجة 29 ولا ايه؟ لا 29 ما عملناها خلاص، 28. نقرا كده السؤال مع بعض. بيقول لك a project manager to set contract part of the project to a company. ما انت عايز بقول السؤال محله امبارح. سيبنا من الدرجه يا جماعه، احنا بنبحث عن السؤال يا جماعه، بنبحث عن الصح. سيبنا من الدرجه، ما هي خلاص اخر ان شاء الله كله هينجح، ما تقلقوش. بس احنا يعني يا جماعه احنا مش موضوعنا الدرجه. فلو حد عنده حاجه في يعني احنا عايزين نعرف الصح ايه، عشان لو جات لحضرتك في السؤال، هو دي قصه مش كده، جات لحضرتك في سؤال. ها واخد بال حضرتك؟ فيعني اللي عنده اجابه بالظبط كده. المهم الفهم، احنا مش قضيتنا ان هي فريتا ولا مش فريتا، او مثلا الاجابه الصح ايه، او واحد يمتصل لرايه او يتشال درجه او يزيد درجه. لا مش دي القضيه. القضيه ان احنا عايزين نعرف ايه الاجابه الايه الصحيحه. طيب المهندس فانسي بيقول لك ان انا وركد ويز ماني تايم، معناها ان انا ان انا عملتها قبل كده. طيب تمام خلاص. هو بيني وبينك انا برضه دلوقتي مش مقتنع ان ايه ان ايه صح. طيب ميتنج مانجمنت اكسبكتيشن اوف تايم شود بي موست كونسيرند اباوت ولا ذا كوست اوف سب كونتراكت ورك. لا انا اعتقد دي لو مش ايه تبقى دي، لو مش ايه تبقى دي. اعتقد ان دي هي الحل الاقوى دلوقتي. قال ان هو اشتغل معاها كده. انا بقول لحضرتك هو يعني هو قال اشتغل معاها كده. ما انا الاجابه اللي يعني متاكدين انها ايه؟ طب سؤال. طب اللي بيقولوا ايه ليه؟ طب نتعامل ازاي مع الحته بتاعت has worked with many times؟ يعني خلاص تمام. لا ما هي اعتقد بي وسي بعيد شويه. ما هو انا جايبها بايه؟ انا جايبها جايب المرجع ايه بس. انا يعني حته فعلا مهمه، حته ايه؟ اللي يقول تو ا بروجكت سب كونتراكت بارت اوف ذا بروجكت to a company that management has worked with
ميني تايم. يعني انا اشتغلت مع المقاول، فرق التكلفة اندر ذس لما دي. طيب ذا بروش بشوت بي موست كونسيرنت اب. يا جماعة فاكروا اللي هي يا ايه يا ايه، هو السؤال ده ما محطوطش فيه. طب هو اجابته ايه؟ مش يعني هي طبعا الحتة دي تحير وتخلينا فعلا نختار دي، تمام؟ واخد بال حضرتك؟ فخلاص يا جماعة اللي هياخد اللي هيحطها دي بس انا اعتقد ان احنا نجاوبها ايه احسن، زدنا بقى من ارائنا نجاوبها ايه احسن، لان هي دي ايه دي, دي ما بيعنيش بيها هذا الامر، لان هي قد تحتمل معنيين. معنى بتقول ان هو اشتغلها قبل كده فاختار دي هنا، تمام؟ لا واحد تقول لك لا ده هو اشتغلها ممكن ما يشتغلهاش في المره اللي بعدها كويس، بعمل عمليه تدقيق لامكانيه المشروع لان المشروع خطر. يبقى هي ايه بس ما فيش مشكله حد عملها دي مش قضيه يعني، بس هي ايه طبعا يعني موجوده في ريتا ايه صح؟ حاجه ثانيه؟ لا كوست لا، تمام هي هتبقى ايه 23 بس صح يعني. اللي عايز اعمل حاجه ثانيه اعتقد يعني 3 and 2 3 and 2 يعني انت بالنسبة لك في الثلاثة في يعني ريسورس انت معروف بيه ما جاش، طب تعمل ايه بقى؟ تبص الامباكت بتاع اذا كان لو هو ما جاش تعمل ايه؟ يا سي ريبلانز ذا بروجكت ولا بروسس؟ لا انا لسه الاول اشوف الامباكت وبعدين اعمل ريبلانز ذا بروجكت. لا شو هاو ريسورس اوريجنال يعني بيجوا ازاي؟ اول حاجه انا ابص على الامباكت يا باشمهندس. دي الاجابه رقم ثلاثه اللي هي ايه؟ سي. كله بيغلط مش كده بس. طيب سو از ايه اند اي ام هنسيب الكلام في 28 لان سنه 28 دلوقتي. ماشي طيب. خلاص يا جماعه خلاص، ما هي ممكن تغلط ما مش حاجه اسمها ما تغلطش مش قضيه، لكن هو دايما بالاجابه المنطقيه عندنا شك في حاجات معينه في بعض الكلمات، لكن هي الكلمه دي ما بيعتنوش بيها، فعشان لغايه الامتحان نحلها زي لو جه السؤال زي ما هو بالظبط نحلها كده. نحلها ايه؟ واخد بالك؟ يعني سيفرال تايم دي مش معناها ان انت لا لازم تحقق برضه ان الموضوع مهم. طيب احنا قلنا ثلاثه خلاص، في حد عنده مشكله؟ طيب اثنين اثنين بيقول لك اللمب سم طبعا في الفيكسد معروف ان هو البروفيت مش معروف. البروفيت مش معروف بديل. دي الحاجات اللي احنا ايه طيب نتكلم في ايه بقى تاني؟ نتكلم كده خلصنا الامتحان وحليناه. ان شاء الله الامتحان حضراتكم كلكم اللي بتحضروا معانا مفيش اي مشكله في حضراتكم، وربنا يجازيكم خير ويكرمكم. عايزين نسجل ازاي؟ كيفيه التسجيل صح كده؟ وانصعوض كنت عايز كده ولا عايز ايه تاني؟ كيفيه التسجيل ودفع الفلوس بتاعت الامتحان مع البي ام اي. تمام تمام بتدخل حضرتك في www.bmi، تخش على نظام السيرتيفيكيشن تولز اللي عندك وبسهوله جدا هتلاقي نفسك بتدخل جواها ما فيهاش اي مشكله، وتسجل انت عايز تعمل بي ام اي. طيب بص حضراتكم انا ممكن ان انا ادخل واديكم الروابط بس مش هينفع الروابط عشان الاسم. يعني هتخش الاول www.bmi.org ماشي؟ بالظبط ده انا هخش عليه. انا هدخل معاكم الوقت كده. طيب اول حاجه حضرتك تعمل ريجستر تسجيل في الموقع. هيبقى ليك يوزر نيم هنمشي معاك خطوه خطوه. بالنسبه لي هنا دلوقتي انا معايا لوج ان
تنزلك تعمل ريجستر ماشي، الاسم بتاعك، اليوزر نيم بتاعك طبعا، اللي هو والباسورد بتاعك. يبقى انت كده دخلت على حسابك، خلاص انت كده عملت اكونت جوه. طيب بس عيسى، بس شويه تمام. لا مفيش مشكله يا باشمهندس عيسى، تحاكم من حد يا رب يوفقك يا رب. طيب ان شاء الله نفس اليوزر نيم هنا فين ان شاء الله. حضرتك خد معاك، لا مش البطاقه، الباسبور. بس انا بتهنج، انا موضوع التشريف ده بيهنج معايا، انا خايف. طيب شايف اطلبوا مهندس كمال، او اتصل بقى بالمركز اللي هناك في السعوديه بيعمل ايه. لازم الباسبور يا فندم، او بص فيه بيعترفوا بحاجه اسمها كريدت كارد اللي مكتوب عليه اسمك او انضتك. هي بس المشكله ان انت البطاقه مكتوبه بالعربي. عايز حاجه؟ لا انا اتصل بالمركز نفسه، انا اتصلت بيهم قالوا لازم الصوره. حتى انا غيرت الامتحان يعني، اجلته شويه عشان كانت قالوا لي فاليديتد، يعني لازم يكون جواز سفر صالح يعني، فانا غيرته لغايه ما عملت جواز سفر جديد. بس طبعا تغيير امتحان لازم قبلها بثلاث ايام على الاقل. يعني الدنيا هنجد بسبب ان انا عامل لكم شير. طب حد شايف صفحة البيم ما عندي؟ حد شايف؟ طيب خلاص. طب انا هشوف، خليكم معايا، مش السكرين بيعمل مشكلة. احاول اعمل فيديو. طب في مهندس محمد احمد نزل على الجروب طريقة تسجيل خطوة بخطوة على الموقع وطريقة اضافة الخبرات السابقة. كويس جميل تمام، ليش مش جميل جدا. المهم يعني القضيه، انت هتدخل الاول هتلاقي حاجه اسمها سيرتيفيكيشن، هتفتح البي ام بي، هتلاقي تحت خالص في هاو تو ابلاي او بريبير ذا اكزام تو ابلاي فور بي ام بي ريجستر اند لوج ان تو اور لاين اونلاين سيستم. خش افتح دي. طيب ماشي هندسه ماشي. عملت دي سهله جدا، فتحت هيبدا يقول لك اكتب بياناتك. تقعد تكتب بياناتك، اشتغلت من سنه كذا لكذا، وابدا اشوف ايه الشغل بتاعي، واظبط شغلي في الانشيتنج والبلاننج والاكسكيوتنج والمونتنج اند كنترول والكلوزنج. تجمع ساعاتك كلها وبعدين تبعت لهم تمام سبميت، انا خلصت كل شغلي. طبعا ده بياخد اكتر من 3 4 ايام، هو بعيد صعب يعني، وكده 90 يوم تمام، 90 يوم كده كده تعملهم يعني ايه بالاجمالي كده، الموضوع مش هتاخده بالدقه دي، تعرف كده يومين ثلاثه عشان تعمله. طب بعد كده بتطلب منك تدفع بايه؟ كريدت كارد، او ممكن حاجه اسمها فيزا نت. انا جبت فيزا نت و20 جنيه، لو معاك سنه هتديك 5/5/2013، فيها رقم بتدخل الرقم يسحب منه الفلوس اللي هي ايه؟ انت محتاجها. واخد بال حضرتك؟ بعد كده خلاص بيقول لك بقى ان انت ان شاء الله تخش امتحان، تدخل امتحان خلاص، تعمل بقى سكادولينج، هتدخل امتحان امتى؟ يوم كذا يوم كذا، سكادولينج في يوم معين، هتلاقي في ايام بيضه عندك مش هتعرف تدخلها. ليه؟ لان هي محجوزه خلصت. في ايام بالنسبه لك ممكن تدخل، تروح انت داخل بقى اليوم ده وحاجز اللي انت عايزه. ممكن تلغي الحجز قبلها باكثر من 48 ساعه، يعني ثلاث ايام كنت تلغي الحجز تاني. هتكتبها يا باشمهندس شهادتك 35 سنة، تكتب الشهادة وتكتب اشتغلت وميل اداك الشهادة، واخد بال حضرتك؟ هو ممكن بقى يطلب لو طلب 5% هيطلب الشهادة ب 35 ساعة. في كارت تشتريه بسيط ينفع ادخل بيه،
والله مش مهم، انا سمعت عنه بس انا مش عارف ينفع ولا ينفع. هو الرقم او ممكن اجل الحجز قبل الامتحان. الامتحان ازاي؟ لا ممكن ما تلاقيش بقى. تمام ماشي، شاكرين، ربنا يبارك فيك يا رب. ازاي احجز ادفع في موقع امتحان في مصر؟ غير مفهوم. حضرتك ممكن مش شرط امتحان، هتحجز وتدفع في الموقع، هتكتب لهم هيقول لك انت مكانك فين يا باشمهندس مجدي، هيقول لك مكانك فين، تقول له انه في مصر او في السعوديه في المكان اللي انت عايزه، هيوريك هل في مقاعد في السعوديه يوم 25 يوم 26 يوم 28 يوم 30 يوم 1 يوم 2 اليوم اللي انت عايزه، تشوف هل في مقاعد موجوده البي ام بي ولا مش موجوده. يعني لما جيت مثلا يعني في مثلا اربع مواقع، اربع مقاعد مثلا، اربع اجهزه البي ام بي، لو مثلا بكره اللي هو بكره وانا النهارده بحجز بكره فاضي مقعد من الاربعه، ممكن ادخل. واخد بال حضرتك؟ فهي الاولى هنا حته ان ايه؟ مكتوب لك الساعة 9 تروح الساعة كام؟ ما انا بتقول قبل كده رقم ايه؟ اعتقد في حد، طب حد اي حد يكتب رقم؟ اكتبه انا، انا هو ما حقاش. ماشي الرقم اهو، رقم التليفون. طيب تسعة تروح تمانية ونص، مفيش مشكلة بكرة تمانية ونص. يعني حاول تروح تمام ربع ولا حاجة عشان يبقى التسجيل عندك، مفيش مشكلة. ما انا صح، هو الرقم ده 1941752. لا 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 ايه ده، لا بعد كده الشهادة، طب لحظة واحدة كده اتأكد منها، تعالى اتأكد من الرقم ده، كنت حافظه كده بس. لا ده رقم تليفون، هو كان عايز رقمي كان بي ام بي نمبر يعني. اهو في واحد اتصل اهو السعودية. لا ما مش لازم تديهم رقمي، لا لا لا، ده الشفرة اللي بيكون مكتوب فيها الرقم في السعودية. حضرتك اتصل؟ السلام عليكم على رناتك. يا مهندس عوض يعني رناته سلعة عسل إن شاء الله. أنت الرقم ده مش منقية يا باشمهندس عوض ولا إيه؟ ربنا يبارك لك يا باشمهندس. بالملايين، بالملايين، مليون 400، لا مليون، خلاص أنا جبته صح، مليون 491752. هو على فكرة المليون ده بره. يعني اللي عرفته ان العدد اللي واخدين بي ام بي على مستوى العالم للاسف يعني كتروا ب 491752. ثلاثي بس محمد اسقط عادي، مش هيظبط لك الرقم ده، مش انت مش هتحتاجه على فكره، انا بديهولكوا كده بس، هو المفروض لما يكون في شهاده ولا حاجه انا هكتب فيها الرقم ده. يعني لما تجيكوا الشهاده انا هقول لهم على الرقم ده يكتبوه في الشهاده، هو مش هيطلبوا منك في الرقم بس هي لو طلب منك اوديت هيطلب الشهاده يكون فيها الرقم يعني. طب كده يعني بصراحه كسبت النهارده ان انا خدت نمره المنصات، مش هسيبه. باشمهندس كمان لو ما حصلش اوديت هيكتب اسم، هتكتب اسمك عادي. طيب مش يعني لو ما حصلش اوديت هيكتب اسمي عادي، مفيش اي مشكله، انا خدت عند فلان الفلاني محمد اسمك، خلصت القصه. لو عمل اوديت هتبعت له الشهاده، فالشهاده فيها رقمي، هو يبحث بالرقم هيتاكد ان هو اللي اداك البي ام بي، هل هو معاه بي ام بي ولا لا، بس هل هو نفس الاسم ولا رقم مخترع. وعموما هو الرقم ده يا باشمهندس، هو الرقم ده 1491752، هو الرقم ده اللي حد يعني يحتاجه في اي وقت، مفيش اي مشكله. الله ينور مش كمان، ايوه كده تمام ان شاء الله. مش قلت ولا حاجه، 5%، ولو قلت مفيش قضيه، احنا ما عندناش حاجه نخاف منها يعني. مش هيخوفونا يعني.
اه يلا ناس بتوع ال بتوع الدعم الفني ومعاهم مهندس محمد احمد، بيقولوا لنا اهو السيستم اهو موجود. اه طيب كويس، دخلتنا بقى في الايه؟ هل بعد دفعك بيصبح عضو؟ اه طبعا. طب هو عضو في بي ام اي لمده سنه كامله من تاريخ دفعك للممبر شيب الاول. ادخل ممبر شيب، خلي بالك، ادخل ممبر شيب الاول 129 دولار، وبعد كده ادفع رسوم امتحان. امتحان 25 واحد، كان كام ساعة ومن كام لكام؟ يعني الأول يا باشمهندس بتعمل حاجة اسمها جيت ممبر شيب، أنت دفعت فلوسك خالص من غير دفع، أنت سجلت وبعت، هيقول لك ادفع. قبل ما تدفع اعمل حاجة اسمها شهادة عضو ممبر شيب، هتلاقيها في الممبر شيب، هقول لك فين، هتلاقي تاني قائمة على طول، واخد بالك؟ حاجة اسمها تايبز أوف ممبر شيب، أنواع الممبر شيب، هتختار النوع اللي هو هيجي دلوقتي. تمام، بلا بالك الستايل توخر بلا فيه. طيب عندنا عندك في حاجه اسمها بي ام اي ممبر شيب وشابتر ممبر شيب. البي ام اي ممبر شيب 129 دولار، ماشي؟ عايز تجدد، او في ستودنت ممبر مالكش دعوه بيها، في ممبر، لا انت عندك اللي هي الممبر الاولانيه خالص، اللي هي الايه؟ اندفيدوال ممبر. هتختار اندفيدوال ممبر. المهمه العضويه، اه طبعا مهمه. مهمه ليه؟ يعني هتقلل الزمن 5 دولار. بالنسبه لك ممكن تنزل كتاب بتاع بن بوك، يعني جميله في كده، تنزل كتاب بن بوك سوفت وير بالنسبه لك، ممكن يكون في شابتر تاخد فيه تخفيض. يعني قلت كده لا قدر الله الشر بره وبعيد، لو اي حد هيعيد يبقى المنبر ارخص 100 دولار على الثاني، لا قدر الله، يعني اللي بيعيد كمنبر ارخص 100 دولار، اللي بيعيد مش منبر، ماشي؟ يعني فانت احتياطا بنعمل زي الكونتنجنسي بلان، احنا بنقول احنا ان شاء الله هننجح، بس في عندك خطه احتياطيه، ماشي؟ طبعا انت ممبر او في غيرك ممبر. عايز ده ورا طفح ان شاء الله يا باشمهندس، الدنيا ان شاء الله بسيطه، لا ربنا يوفقك ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يوفق الجميع. طيب نتكلم بقى عن امتحاننا احنا. نتكلم عن امتحاننا احنا ان شاء الله بعون الله يبقى امتحان شامل. 129 دولار، 29 دولار ايه؟ وانا لسه ما قلت، يعني بصراحه الواحد بيتعب جدا في موضوع الامتحانات ده، هشوف كده يعني ان شاء الله. ليه يا باشمهندس مش موجود ليه؟ هتكون فين؟ في ال تروح الجيش؟ اعمل ايه بقى حول دي؟ لا يوم ماشيين ازاي؟ ما احنا قاعدين 3 ايام كده كده خلاص، مش رايح الجيش يا جماعه، عشان بس ما تطولش الموضوع، هو اسبوعين كويس جدا من النهارده، ماشي؟ باشمهندس سيد ابو زيد، يعني لو الناس، انا هطلب منهم يشوفوا الحضور بتاع حضرتك، لو حضورك تمام خلاص ان شاء الله ممكن نعدي الموضوع ده عشان ظروفك انت. اسبوع حلو قوي يا جماعه، اسبوع حلو قوي. بعد كده سيب موضوع الاسئله ده، ان شاء الله هحاول اكتر، يعني ان شاء الله هحاول اكتر الامتحان، يعني نفسي يبقى امتحان شامل، بس هو يعني ان شاء الله ممكن يبقى 100 سؤال مثلا، هنحاول ان شاء الله. هنبتدي من 8 و25 ان شاء الله، ماشي؟ الدعم بس يا جماعه يبلغ الاداره ان في عندنا يوم، بس هيبقى امتحان بقى ان كلنا مع بعض غير التاني. لو اديتكم 100 سؤال هيبقى سؤال، هيبقى كام؟ اه 100 سؤال عايز ساعتين. طب ما هنحل امتى بقى؟ طب
طيب خلاص، يبقى عشان بس ان هنحل اللايف ازاي. طيب هيبقى هنحاول نخليها 50 سؤال بس، كفايه يا جماعه، كفايه اكتر من 50 سؤال، كفايه 50 سؤال ونحل في السؤال في الساعه الثانيه. حاول نعمل ما فيش، اعتقد ان يعني هنشوف كده، يعني هنحاول نكتره على قد ما نقدر. ماشي، هنشوف يا 50 يا 100، لسه ساعتها هنبقى نقرر. المهم ان شاء الله عندنا امتحان نستعد له كويس جدا. طيب انتوا عايزين 100 طبعا. طيب ماشي. هنتعب. نخلي المحاضرة 3 ساعات؟ خلاص صح، خلاص ماشي ماشي، خلاص نخليها 100 سؤال، خلاص اساسي 100 سؤال في ساعتين، عندك ال 200 في 4، 100 سؤال في ساعتين. ماشي يا جماعة، 100 سؤال في ساعتين، وهناخد ساعة زيادة. نخلي ال هو حضرتك هتخش امتحان استاذ رايد ولا مش داخل؟ طبعا خلاص خلاص. لا انا بقول لك، لو محدش حضر ودخل امتحان وحل كويس، وانت حضرتك واضح من مستواك كويس ان شاء الله. لا ان شاء الله. ان شاء الله ندخل ونسجل، ما حدش يرجع ويذاكر ان شاء الله، كل الناس تدخل تذاكر. البي دي اف تبعت قبل الامتحان بيوم ازاي؟ لا لا طبعا، لا بي اف بعد ساعة الامتحان بالظبط. معلش عشان دي هتبقى شهادة وناس، فيعني احنا واثقين في حضرتكم بس ايه. طب ايه ده، انا منتظر المشروع بتاع حضرتك، هيتحط لك برضه كورك شوب كويس جدا يعني. حلو الحل، حل مشترك ده. لا لا لا، انت في الامتحان مش هتلاقي حل مشترك. احنا مش عايزين طباعة، عايزين نحل وانتم موجودين من غير من الطباعة. فممكن نعمل ايه رأيكم في النموذج اللي كان مهندس محمد عبد الوهاب بدأوا يعمله لنا لبعض الناس حلت فيه؟ ايه رأيكم في النموذج بتاع A و B و C دي، ولا بيشتت؟ ما انت اللي عامله يا عزيزي، ممتاز. كويس، حلو، جود جود. تمام كويس، تمام خلاص، ما فيش مشكلة برضه. مش هنشد على الناس. طب هو موجود، انا شيرته، نزلته على الصفحة يا باشمهندس سعيد. مهندس سعيد بيقول لي ابعتهولي. لا انت معانا يا باشمهندس سعيد. طيب مهندس كويس، كلكم مهندس كويس ومهندس كويس. طيب ماشي، نستفيد من المشاريع اللي هيحطوها على الصفحة بقى ان شاء الله. بص يا باشمهندس، لازم تشط الكورس الامتحان، الاصل اللي لازم. ماشي، بس انت ممكن ما تعملش اودت. الاصل اللي لازم، الصوت موجود في حاجة؟ كنت بس انتظرت شوية. هي لازم يا باشمهندس. تمام. طيب في حد عنده سؤال تاني؟ لا الله ينور عليك، حلو، هو ده الشغل الجميل. بس ما هو بعت لي 50 رحت عاملهم 30، الله اعلم المره دي بقى ال 100، حتى ما كنتش 30 ده كانوا 28. طيب ان شاء الله بعون الله. شهاده الدارين ايه الفائده غير الذكرى الجميله؟ لا حضرتك دي ممكن تدخلك الامتحان ان شاء الله، يعني هيبقى لها فايده كبيره قوي. حضرتك خدت شهاده بي ام بي. الامتحان الجمعه اللي بعد جاي 25 يناير. احنا خلي بالك عاملين كده عشان محدش ينزل المظاهرات. لا مش هنصعب ان شاء الله، ربنا ييسر امور. اهم حاجه طبعا غير الشهاده، اللي اهم حاجه ان احنا ايه اتعلمنا. الله ربنا يبارك لكم يا رب ويبارك لكم جميعا. خلي بال حضرتك مش هنصعب، وعدتنا بشرح ايه مسؤوليات. ليه؟ ما انا قلناها، اتكلمنا عنها في صف في اخر اخر محاضرتين، اخر مهندس محمد حسين العظيم واحده، اخر ورقتين في اخر محاضره كان فيهم مسؤوليات. اخر محاضرتين اتكلمنا فيها عن ريسبونسبيلتي، واتكلمنا ايه نعمل ايه. الناس هتقول نعم المسؤوليات شرحناها يا باشمهندس حسين.
اخر ورقتين في محاضرة 22 والله اعرف. المضافات كتيرة معايا في القراءات. الواقع، الواقع ان احنا نجتهد في حل الاسئلة. انا بقول ان انت بتقولي نعم فرحان بيك. يعني ايه الفرق بين في التكلفة تيبيكال عن تيبيكال؟ مش فاهم يعني ايه. بس على السريع كده، ايه الفرق بين في التكلفة تيبيكال عن تيبيكال؟ يعني ايه مش فاهم. في المعادلات يعني اي تي سي واي سي. ماشي ماشي. الاستيميت ات كومبليشن معناها البادجت بعد ما حصل في التكلفه. ماشي تمام. في حاجه اسمها استيميت ات كومبليشن، بمعنى ايه؟ ان كان كنت انا عامل بادجت الاول، بعد ما عملت مونيتورنج اند كنترولنج في وقت معين، فبقى عندي تصور جديد للبادجت كلها الجديده، اسمها استيميت ات كومبليشن. طب في حاجه ثانيه اسمها تصوري، انا عملت مونيتورنج بعد اليوم الرابع، بعد اليوم الخامس، وات ايفر، بقول ان انا استيميت تو كومبليشن، يعني الفلوس اللي انا محتاجها بتقدير الفلوس اللي محتاجها عشان اكمل الايه؟ المشروع. يبقى اسمها ايه؟ ات كومبليشن وتو كومبليشن. الفرق اللي بينهم. واحده بتجيب البادجت كلها اللي كنا كنت مسميها في الاول بادجت ات كومبليشن بي اي سي، لما عملت مونيتورنج اند كنترول حصل فاريشن، فالفاريانس اللي حصل خلى الباسكت البادجت كلها تزيد تبقى معينه. طيب ده بقى اسمها استيميت ات كومبليشن. طيب في حاجه اسمها ان اكمل المشروع بقد ايه؟ استيميت تو كومبليشن. ارجو تكون مفهومه. ربنا يبارك لكم. العفو يا باشمهندس منسي. والله انا لسه ما اعرفش الشهاده تاخدوها ازاي دي، انا لسه انا جديد مع الاكاديميه. فوالله ان شاء الله اتمنى ان تاخدوها النهارده، بس انا لسه هتكلم ان شاء الله في الامر ده يعني، بس نمتحن وان شاء الله اكون بعت لكم في اسبوعين دول هبقى اكلم. اوكي انا اقصد في حسابه في القانون. والله انا مش واخد بالي، ما اعرفش بتاع الموضوع التيبيكال اند التيبيكال ده، مش فاهمه. ممكن يكون انا ما كانش على ايام الموضوع، مش فاهم والله. لو فاهمها بس عيسى. لا الناس بتوع بتوع الاكاديميه بيشوفوا الاسماء اللي تحت. لا ان شاء الله كلكم. انت عايز حضرتك. ماشي خلاص انا اسف. طيب ان انا بالنسبه لي القانون ده لما يكون عندي، احنا قلنا ان في اربع حالات، طيب نشوف بس مهندس عايز الاول. اكشوال كوست ذات بادجت كومبليشن ناقص ليرنت فاليو. لو عندي، لو انا بالنسبه لي همشي على المعدل الاصلي بقى بستعمل القانون ده، بادجت كومبليشن ناقص ليرنت فاليو. طيب لو انا همشي على المعدل اللي حصل في فتره المونيتورنج كنترولنج، فبقول ان هي البادجت كومبليشن على السي بي اي. ماشي. وفي اربع حالات، وفي واحده بعمل نيو استيميت، وفي واحده بحط بقى ان الايه، ان الاس بي اي موجود، ويعني هنا يعني التايم از ماني سي بي اي وفي سي بي اي. ماشي. طيب اصل حضرتك بيقول لك ممكن نتجمع مره في الشهر بعد امتحان مثلا اول جمعه في كل شهر، لو مش هتبقى صعبه. انا مفيش من عندي مانع، الاكاديميه لو يشوفوا الموضوع ده انا مفيش مشكله. بالظبط. هعمل مثلا واخد لحد اقصى طبعا 3 شهور. انا هعمل بنصيحتك واخد الحد الاقصى 3 شهور. تمام. مفيش اي مشكله. لو ممكن في امتحان الترجمه تكون من شرحك مش حرفيه، مجهود صعب قوي. الله يكرمكم. مجهود صعب. مهندس عصام اتمنى الامر هيبقى صعب قوي عليه.
يعني لو نجيب لي حد يعمله، يعني انا بعمله حرفيا عشان اخد كوبي وبيست وارمي. فمعلش تمام. كان في حد بيسأل على مدة الشهادة 3 سنين. في خلال الـ3 سنين بتاخد حاجة اسمها بي دي يو، نقط، واخد بال حضرتك؟ النقط دي ممكن بتسمع، بتحضر ايفنتات، تسمع سهلة، ما مش صعبة، انت لو خدوا الشهادة كانت بتفهم بعد كده في النقط دي. انا معايا السنة دي انا معايا 20 نقطة، يعني فاضل ان انا بقى اجيب في نقطة الحمد لله، النقط موجودة يعني. الايفنت اللي انا كنت حاطه خدت فيه 5 نقط. ازود الترجمة؟ ما انا ما اقدرش اوعد بحاجة يمكن ما اعرفش اعملها. هم 60 و60 نقطة يا باشمهندس سبحان الله. لا والله اصل الترجمة هحاول اعتني شوية بيها. لا انا بحضر حاجة وباخد زي كود كده بدخله جوه الموقع بيدخلني. يعني ما بشرف مين بيبلغ النقط دي، بروح احضر ايفنت معايا، باخد منه رقم الايفنت ده واسجل ان انا حضرت في الايفنت، وابعت لهم ان انا حضرت بالرقم المعين، هم يتاكدوا من الايفنت ان انا حضرت، اسمي يكون موجود عندهم، وباخد ال ما جابش نقط بيقولوا برضه نظام تاني كده رسوم سنويه. ممكن بيحضروا فين؟ يبقى اي ايفنت معين عنه. يعني انا حضرت ايفنت في مواليد العرب قريب، كان في ايفنت على النت مجاني كل الناس حضرتها. طيب لا مش في الدارين مره طبعا، لا في المقاولين العرب. طيب انا كنت بقول ايه؟ لا يا باشمهندس سيد، انا فهمت منك كده ان انت خلاص دفعت فلوس امتحان ما بقتش عضو الا لو انت خدت في ممبر شيب الاول. فهمت كده يا مهندس سيد انور؟ ده كده مش عضو، ده اللي فهمت، الا لو انت عملت اول عملت ممبر شيب بعد كده عملت دفعات الامتحان. لازم يكون فضلت المشاريع، اي فرع من فروع المشاريع يعني، كلمات بروكيورمنت في اي حاجه. وبقى في ايفنتات معينه مش اي ايفنتات، كمان ايفنتات لازم تبع بين ما عارفها او ما تقلقوش. احنا دلوقتي يا جماعه ما نفكرش في حاجه تانيه، دلوقتي في صلاة العصر، ما نفكرش في المغرب والعشاء، خلينا في اللي احنا فيه. يا جماعة لما نبقى ثابت الامتحان والبي ام بي ونفكر على الايفنتات. اتصل بيا يا باشمهندس اشرف وانا اتصل بيا وانا هقول لك الايفنتات دي ازاي. مفيش مشكلة يا باشمهندس. نجح لو عارف حضرتك في الاخر، في اخر ما اقول لك يعني مثلا انا سايب من نفسي كده، لو السنين خلصت هعمل ايه؟ هروح اخش موقع كده بسمع فيها فيديوهات بفلوس، هدفع فلوس عشان اسمع الفيديوهات دي واخد تعليقاتي واخد خلاص النقط، سهله امر مش صعب يعني. ماشي يا جماعه؟ في حد كان قال حاجه كده كنا عايزين نعلق عليها، موضوع الترجمه، ناس كتير عايزه الترجمه مش عارف اعمل ايه. طيب دلوقتي سؤال، الترجمه طبعا الترجمه بصوره الحقيقه انا مقر معاكم انها مش كويسه ماشي؟ اسال على فكره الامتحان مش احسن كتير، احسن طبعا، بس يعني حاجه كده يعني واخد بالك؟ يعني لو ما اعتنيتش بيها، لو قدمتها كده اشيلها ولا احطها؟ لو احطها احط واحد، لو اشيلها احط 2. يعني احط لو احطها بصورتها الوحشه دي طيب اشيلها واحد. الترجمه حرفيا مشكله، عارف ما بصلهاش ولا ايه؟ طيب انا دلوقتي نعمل استطلاع، انا برضه انا ما عادش عارف الاكتر ايه، بس في ناس كتير واحد، ناس كتير 2. ماشي انا اتاكد من كده يا جماعه بعد اذنكم. بعد اذنكم انا بتاكد من كده، الساعات والله بقى فعلا مشغول جدا جدا جدا، معلش انا اسف والله ان انا بقول حاجه زي كده. بالنسبه لي ان انا اعمل ترجمه فين تقول له حطها ولا يبقى بده ما يقرا. طب هقول لكم حاجه، احطها في فايل تاني؟ ايه رايكم؟ احطها في فايل تاني؟
في فايل تاني. تفتح الفايل هتلاقي السؤال الاول هنا، السؤال الاول هنا، السؤال التاني هنا، السؤال هيتشتت. طيب هتشتتنا خلاص نحذف. طيب معلش بقى، يبقى ان شاء الله هنحاول نطلب لب المطالب ونحاول نظبط فيها بعض الايه كده. على فكره والله ماشي، طيب هحطها في الملف ان شاء الله، بس هنقول لو في حاجه مقاس طارئ مش خلاص احنا عرفنا القرار ايه بتاع الناس. لو في حاجه لا هحاول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هحاول قد ما اقدر ان انا اظبطه على قد ما اقدر، واخد بال حضرتك؟ لو خلاص ما تبصش، يعني انا بقول لحضرتك حاول ما تبصش، بس تحط نفسك في ظروف اصعب. يعني على الاقل يعني حتى الناس اللي مش عايزه ان هي كارهه المضاضه، حط نفسك في ظروف اصعب وجميل. يعني انت بقى عندك ظروف اصعب وانت تحل فيها، يعني شيء حلو. انت بتتكلم عن امتحان ايه يا باشمهندس عوض؟ ورسوم ايه؟ رسوم بتاعت ايه؟ واحيانا ناخد رسوم ولا مش فاهم هنا الرسمي؟ امتحان رسمي بتاع بي ام بي بتاع الشهاده؟ لا ما الناس دخلونا في ال والله بس انا فعلا اتلخبطت زيك، اصل انا كلمت 50 حاجه في الصحه، انت طلعت لنا كده دلوقتي وتقول لنا ارجع عيد ال 50 تاني. دلوقتي والله ما عادش عارف هو في ايه بالظبط. دلوقتي حضرتك احنا كنا وصلنا لفين؟ يعني مفيش حاجه في الصحه، انا مفيش اي مشكله، بس انا بتكلم دلوقتي ايه؟ انت قصدك يعني دلوقتي في امتحان، كل بموزح معلش الكورس تقيل شويه. سؤال بس اسال سؤال، مش انت تدفع فلوس وتخش في امتحان، في مشكلة عند حضرتك في الموضوع؟ بدفع فلوس في البي ام اي بفيزا كارد وبدخل الامتحان، في اي حقيقي مشكلة دلوقتي؟ هو ده المحاضرة بلخص الموضوع. لا 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 امتحان ايه؟ انا مالي الامتحان حضرتك 25 يناير دي امتحاني انا هنا عشان تاخد الشهادة من غير فلوس، الدارين حاجة تطوعية، امتحان انا ماليش دعوة بالبي ام اي، حضرتك تخش امتحان في اي وقت انت عايزه ماشي. انا امتحاني انا شهاده تطوعيه، من غير ما تدفع فلوس هتجيلك ان شاء الله الشهاده. لا انت اكيد حضرتك مركب ده. مش محتاج تركب ده، تمام؟ مفيش فلوس عندنا، فلوس فين؟ هناك في بيت ماي، تدفع فلوس تخش امتحان بتاعها. خلاص يا جماعه؟ طيب خلاص تمام كده. طيب ان شاء الله امتحان محمد 25 يناير اليوم العظيم ده. والله والله اليوم ده بيحمل كل المعاني الكويسه. طبعا 25 يناير كان هنا عندنا في الاسماعيليه الشرطه ما سلموش البلد، كان يعني كانت حادثه مهمه جدا، جلوس الشرطه سبحان الله ما سلموش البلد وحاربوا الانجليز لغايه ما ماتوا كلهم جوه القسم. كانت يعني هي ذكرى جميله ان احنا ان شاء الله تكون ايه ايامها الشرطه حلو. طيب فريق تسجيل ضروري عايزين في المحاضره دي عشان فيها معلومات عن الشهر. ماشي يا جماعه. طيب ان شاء الله سبحان الله يوم 25 يبقى يوم جميل ان شاء الله. 31/7 اخر ميعاد لدخول امتحان بي ام بي. يا جماعه امتحان بي ام بي بتاع فيرجن 4 في الكتاب عند البي ام اي مش عندي. ماشي؟ هيبقى 31/7. ماشي؟ نشد حيلنا شويه. الفورس اديشن ماشي عشان نسيت اقول الكلمتين دول. ماشي خمسة وعشرين يناير سنة 50 اللي بكلمك عليها، مش سنة 2011. ماشي انت 55؟ تعالى بقى قدامي. هو انا فاكر 2000 سنة 50 ولا كام؟ المهم سنة من السنين اللي هي القديمة بتاعت قبل ثورة يوليو. طيب والله يا ريت حد اي عضو مسجل يجيبها لنا صح؟ تصدق مش معايا؟ حد بقى يخدمني ويجيب لي النسخ الخمسه، انت فكرتني. ما صعب بقى يا جماعه اللي يسجل عضويه، صعب بقى يسجل عضويه. يعني يعمل فيها ثواب ويبعت لي النسخ الخمسه، عشان انا مش عضو للاسف. انا دخلت الامتحان عشان كده عملت غلطه مش عارفكم تعملوها. لا
مش ماشي تبعتها مين بس ليا عشان خاطر يعني والناس. لا ممكن على الصفحه بقى تشيلها تاني بسرعه يعني، الصفحه في فتره معينه وتشيلها تاني يوم لا يومين في الايفنت بتاعنا وتشيلها على طول. ماشي خمسة فيصل، ربنا يبارك لكم يا رب وينجحكم ويجازيك كله خير، وان شاء الله معادنا يوم 25. طيب ان شاء الله معادنا يوم 25 نتقابل خير على خير ان شاء الله. بس باشمهندس سيد انور 555 مش ماشي العضويه، عارف العضويه تدفع 129 اول طيب بيقول لك انا عملت على فكره انا كده حضرتك انا عملت كده دخلت كده وانا 555 وما عنديش عضويه للاسف خطا كان مني يعني واخد بال حضرتك. فلا دي كده اول العضويه ب 129 وبعدين تكملها هتلاقي مجموعها مش من 555 550 بس فرق 5 دولار تقريبا والله اعلم. الدولار بيزيد صحيح ربنا يبارك لك من صح. فمعلش مع السيد يعني والله اعلم يعني انت تكون دخلت من برشيب الاول ربنا يبارك لك من السيد. لا دخلت متاخر انت عشان كسل. ماشي ماشي ان شاء الله ربنا يسهل. من سعيسه ما تنسانيش في الكتاب هتقول على الميل بتاعي. ماشي مفيش مشكلة ربنا يبارك يا رب. والله انا نسيت خالص الموضوع ده. ما طبعا كله انا عايزه احنا قلنا هنعمله مثلا صح هنعمله في وقت معين. واخد موبايل اهو. قصدك المهندس عيسى صح؟ ماشي ماشي انت هتوحشني مش صعب ربنا يبارك لك كنت يعني من ابرز الناس الموجودين والله ربنا يبارك يعني. اخر ميعاد للسنه دي الامتحان امتى؟ الامتحان بتاع فيرجن 4 31/7/2013 31/7 انا مفيش مشكله مفيش مشكله ربنا يبارك فيك والله انا لو مره في الشهر انا مفيش عندي اي مشكله تنسقوا ولو حتى يكون زي منتدى كده احنا بنتكلم على اداره المشاريع واديكوا الكلام معايا يعني ماشي مفيش اي مشكله. بعد الامتحان ننسق هذا الامر مع الدعم الفني يكلمونا الناس ونحجز مره في الشهر. فيها في مشكله اهو يعني مهندس سعيد اهو يتوسط لنا عنده. هل في طريقه نعمل ايفنت رسمي بعد بي ام بي يعني بتاخدها؟ لا ايفنت رسمي هيبقى منظمات اللي هي بروفايدر بي ام بي ولا قصدي حضرتك ايه دي ايفنت رسمي على الفيسبوك ولا ايه مهندس محمد ابو هاد؟ ايوه مش عندهم وجهه كهرباء. اول كل شهر ماشي جمعه اول كل شهر انا معاكم تبلغوا الاداره لهم ايه ما عندنا جروب الناس بتشوف لسه ما اعرفش الموضوع ده بهانس محمد بقى ما اعرفش يعني بعيد عني شويه. طيب ماشي الاقتراح اللي حضرتك بتقوله انا تحت امركم ربنا يبارك لكم يا رب ولو نعمل الجمعه الاولى مفيش اي مشكله عندي ان شاء الله حتى مثلا لمده شهرين او ثلاثه لغايه ما نشوف الناس دخلت الامتحان ولا دخلتش. ضربت الجروب اهو عايزين نشاط شويه في الجروب الناس كده ايه اللي عنده سؤال يحطه الباقي ونشوف اجابه الناس ايه. فكره جديده عجبتك نشوف ايه مع ماسك ما عسكر ما اعرفش راح فين اهو موجود اهو. طيب طيب
في حد عايز ياخد الميكروفون 5 دقايق 10 دقايق؟ مانس كمان بس النت فضل شوية. ماشي طيب، إن شاء الله ميعادنا إن شاء الله يوم، وبالنسبة لل إن شاء الله يعني إيه، إن شاء الله هبعت لكم الإجابات على يعني أسبوع عليك يومين ثلاثة كده إن شاء الله، هبعت لكم الإجابات طبعا كل واحد عارف وهيجيب كام في درجة، فإن شاء الله ربنا يسهل كده ونبعت لك. أنا ما استغناش عنك مانس كمان عسكر، ربنا يبارك لك يا رب. أنا ما استغناش عنك يعني، فكنت بس بنسأل انت كنت فين يعني، ما انت صعود نبهنا انت رحت فين، انت حضرتك كنت فين. ما انت سعيد نزل حل امتحان النهارده. ماشي يا جماعه. طيب حد عنده اسئله؟ حد عنده اي استفسار؟ ربنا يبارك لكم يا رب وجزاكم الله كل خير، وانا سعيد جدا بمعرفتكم، و يعني بصراحة يعني سعيد جدا بكل معرفة لحضرتكم، ويعني اسماء عمري ما انساها في حياتي، يعني كفاية اتعرفت على حضراتكم، كان نفسي اتعرف عليكم اكتر من كده، انتوا اتعرفتوا على صوتي على الاقل، والحمد لله برضه سمعنا اصوات ناس كتيرة ربنا يخليهم محترمين جدا، وعرفنا اسماء ناس كتير خير، واكتر من واحد كلمني على الموبايل، ربنا يكرمكم يا رب ويصل لكم امركم. ده من يعني من حسن الاخلاق ان الانسان يعني ايه يعني، يعني حضراتكم الواحد يعني شايف في حضراتكم ان انتوا يعني يعني سبحان الله، يعني يعني متخيلين ان انا عملت معاكم حاجه، كل اللي عملته ده يعني ما فيش مشكله. مش سعيد، انت رساله جميله والله، رساله جميله والله، ربنا يبارك فيكم جميعا، اتصلوا يعني كل الناس والله، يعني شعور جميل جدا ومحترم. يا رب ان شاء الله تشرفنا مهندس استاذ رائد، ربنا يبارك لكم يا رب، والحمد لله ربنا ينفع بينا جميعا ويعلمنا ويزيدنا علما، وجزاك الله كل خير. واحد اتعرف على يعني على شخصيات محترمه جدا، واحد بيرن عليا يقول لي مين ده اللي بيرن عليا، ربنا يبارك لكم يا رب. مين ده اللي بيرن عليا؟ حد يقول لي في واحد بيرن دلوقتي بس انا ما لحقتش اسجل، هنصعد تاني انت تاني؟ طيب انا ما رحتش اسجلك. ماشي عشان صعب. طب اقفل بقى عشان ربنا يجازيك خير. طيب ماشي، ربنا يبارك لكم يا رب ويجازيك كله خير، و ربنا مات. لا يا جماعه عايز يتكلم الراجل، ربنا يبارك له يا رب. طب مين تاني بقى؟ طب مين التاني؟ حد يقول لنا مين التاني بس عشان اسجل اسامي بس. الاخر 30 مهندس عوض، الاخر 72 مين؟ 66. حد يقول يا جماعه مين ده؟ في مصر كمان مهندس اشرف ماهر. ماشي لا انا تعبت كده في طيب مهندس اشرف ماهر ده في السعوديه، مهندس اشرف عبد الفتاح هنا السعيد اهو كلمني، والله الواحد مش عارف يعمل ايه. مهندس سعيد بعد اذنك بس عشان بس نكمل الايه، بس مش عاوز تمام مش عاوز يعني حضرتك نمرتك كام بس قول لي نمرتك كام؟ عندك نمرتين؟ مهندس عوض عندك نمرتين السعودية؟ انا عندك 3 بقى 130 نمرة. مهندس اشرف 72، مهندس عوض اخره 130. ماشي خلاص، مهندس 72 ده اخره اشرف 18 مهندس. طيب ربنا يبارك لكم جميعا، و طيب خلاص سبحان الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت، جزاك الله كل خير. مهندس محمد احمد اخره 45، مش عارف اكتب كل ده ازاي. طيب ماشي ماشي يا جماعه، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك طيب ونستغفرك ونتوب اليك. ربنا يبارك لكم ويجازيكم كل خير كده، مش هخلص اكتبكم كلكم بس ايه. واحد واحد كده. طيب انا سعيد سعيد جدا بكلماتكم جميعا والله، ده يعني ده يعني بيعبر عن كرم اصلكم وعن احترامكم، انتوا ناس محترمه جدا وربنا يبارك لكم وربنا ينفعكم، طالما انتم يعني عندكم حته الشكر وحته انتم يعني
يعني كنت اعمله بالعمل من لم يشكر الناس لم يشكر الله لم يشكر الناس لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالله سبحانه وتعالى سينفع بكم وسيجعلكم نافعين وتعلموا العلم ده لغيركم، وربنا سبحانه وتعالى يجعل كل هذه الامور في الموازين حسناتكم. تمام ماشي. ده وزيد اخر 4 سنين. طيب خلاص تمام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ماشي، جزاكم الله كل خير.